في البداية أنا من داخل حديقة الفردوس، هي واحدة من أهم الحدائق الموجودة هنا في محافظة أسيوط. اليوم هو اليوم الثالث لأيام عيد الأضحى، بالفعل منذ الساعات الأولى أو بدء فتح هذه الحديقة والتي تبدأ الساعة 9 صباحا، بدأ توافد عدد من الأسر وعدد من الأطفال هنا إلى الحديقة يعني الاحتفال بعيد الأضحى. كالعادة اليوم الأول لا يكون هناك فيه إقبال شديد، ولكن مع اليوم الثاني واليوم الثالث وخاصة بعد الفترة المسائية أو بعد منتصف اليوم يكون هناك إقبال شديد نظرا لارتفاع حرارة الجو بعض الشيء. اليوم من داخل حديقة الفردوس ضيفي الأستاذ عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومدير إدارة السياحة بالمحافظة. هنعرف من خلاله كيف استعدت المحافظة لأيام عيد الأضحى وكيف جرى اليوم الأول واليوم الثاني. أستاذ عثمان برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز، عايزين نعرف من حضرتك إزاي السياحة والمحافظة استعدت لأيام عيد الأضحى المبارك. أهلا بسعادتك وبقناتكم الجميلة الموقرة وهذا المنبر الجميل. كل سنة حضرتك طيب والقناة طيبة والمصريين كلهم طيبين والعالم كله طيب، ويا رب يعود علينا الأيام بخير. حضرتك ده سيزون بالنسبة لنا، موسم احنا بنجهز له قبل ما يقرب، يعني من حوالي شهر بنفحص الحدائق تانية، الأماكن اللي على النيل، أماكن التنزه، بنضيف مقاعد، بنضيف مظلات عشان الشمس، بنشوف البوفيهات نفحصها، نضيف فيها حاجات للمأكولات والمشروبات الخفيفة، بنبلغ معانا بعض الجهات اللي بتخدمنا زي مثلا وجود وزارة الصحة بتبعت لنا إسعاف تتمركز في الحدائق العامة، وجود الحماية المدنية متواجدة، المسطحات المائية على المراكب النيلية وعلى الشواطئ، كهرباء بتراجع التوصيلات الكهربائية والكهرباء، كل ده بيكون مستعد. أعضاء السياحة بنعمل غرفة عمليات بحيث الـ 24 ساعة، حتى على القطاع الخاص بنشوف. كانت تعليمات سيادة الرئيس المحافظ، ودي بناء على توجيهات السيد وزير التنمية المحلية، بأن لازم نفحص المراكب العائمة والعبارات اللي بتنقل من شرق وغرب النيل، وكان صدر قرار من سيادته، توجهنا مع السيد السكرتير العام مساعد وفحصنا كل المراكب في النيل من أول صدفة إلى ديروت من الشرق والغرب، وإمكانياتها ومدى جاهزيتها ومدى الأمن والأمان للمواطن في أسيوط. بدأنا نشتغل والحمد لله تماما. أستاذ عثمان، لو بتكلم مع حضرتك على كي يعني الإقبال، إقبال الجمهور على الحدائق والمتنزهات، وإيه هي أشهر الأماكن اللي ممكن يزورها المواطن الأسيوطي هنا في محافظة أسيوط؟ الحمد لله، يعني أسيوط هذا العام بدأت جميلة جدا، وبدأ أول يوم في الفترة الأولى كان في الصبح كان إقبال محدود، بدأت تزيد الأعداد، وصلنا إلى الأعداد الكبيرة الحمد لله، واخدين بالنا كويس من الإجراءات والاحترازية، حاطين عند البوابات معقمات، بنراجع الكمامات كويس مع الناس، بنراجع وجودهم والتزاحم، بنحاول نعمل تباعد، بنستقبل المواطن لحد ما نصرف واحنا عنا عليه، واحنا ملاحظين ان الجمهور بعد الفترة اللي عدت الحمد لله ربنا عافى مصر وعافى العالم كله ان شاء الله، والوباء بدأ ينحصر والجو بدأ يحلو والناس نزلت والمتنزهات شغلت والناس مشتاقة للتنزه، واحنا مستعدين. ولو حضرتك جيت كمان شوية لان احنا لسه فاتحين هتلاقي الاعداد كبيرة جدا، والمراكب شغالة تمام، نزه العبارات شغالة معانا، المراسي تمام، عندنا ممشى اهل اسيوط على الترعة الابراهيمية كذلك بدء من بدري، والحمد لله يعني السيزون ده حلو جدا. يعني اعتقد داخل المحافظة هناك اماكن عامة واماكن ايضا خاصة، هل استطاعت الاماكن العامة هنا في محافظة اسيوط يعني ان تساعد على جذب الجمهور الاسيوطي يعني وهي ذات اسعار منخفضة مقارنة بالاماكن الخاصة؟ فندم احنا عندنا تعليمات من القيادة ان لازم ناخد بالنا من المواطن وبالذات المواطن الفقير، لان المواطن المقتدر بيروح الاماكن الخاصة، النقابات، النوادي الخاصة، لكن الاماكن العامة بتكون تقريبا رمزية تصل جنيه 2 جنيه مش اكتر، بس حفاظا على المكان يعني عشان ترميه وكده، لكن تقريبا المصروفات بسيطة جدا. المحافظة استعدت
وما زالت تتابع لتستوعب أكبر عدد من المواطنين. أسيوط أضافت أماكن تنزه كبيرة، حتى الممشى يعني طوله حوالي كيلو لربع في أسيوط، وده كانت حاجة جديدة في أسيوط. الضفة الشرقية من النيل بدأنا نبص لها كويس وبدأت تستوعب. الأماكن العامة المفتوحة بيمر عليها الزملاء في المحليات، إحنا كمان الأماكن الخاصة بنروح نشوفها كويس. يعني أسيوط الحمد لله الحكومة مستعدة تماما، و يعني بتاخد بالها كويس قوي من اللي ما عندوش فلوس. تمام استاذ عثمان، احنا بنشكر حضرتك في نهايه لقائنا، بنتمنى لحضرتك دوام الصحه والتوفيق، وكل سنه وحضرتك طيب. خلود، يمكن دي كانت كل المعلومات المتعلقه باستعدادات المحافظه لعيد الاضحى المبارك، وايضا كيف جرى اليوم الاول والثاني، واليوم هو اليوم الثالث، عيد الاضحى. كل عام وحضراتكم بخير، وعوده مره اخرى الى الزملاء.